تايلاند كتير مشهورة بالأشياء. اليوم يا جماعة حنبلشها في تري شوبينج. هاي ماي فريند، سواديها يلا نروح رقصة الوحيد الهندي مالدي. وين الجاسي حاجة الشاي؟ الآن مشاهدينا اليوتيوبر والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي هيفا بسيسو، أهلا بيكي هيفا، صباح الخير في البداية، وطبعا كل عام وانت بخير وعيد فطر سعيد عليكي بالرغم من كل الظروف. خلينا نبتدي معاكي هيفا باسم قناتك، يمكن انت اخترتي اسم حلق مع هيفا لقناتك على اليوتيوب، يمكن انطلاقا من مبدأ التحليق مع كل شيء بنقوم به في الحياة. أولا ليه اخترتي الاسم ده؟ اهلا باسل، كيفك؟ كل عام وانت بخير. الى كل المشاهدين اللي عم يسمعونا وبيشوفونا كل انحاء العالم العربي، ان شاء الله تكونوا تمام واحنا بهاي الظروف واحنا مع بعض ان شاء الله. اسم حلق مع هيفا، انا بالنسبه لي مش بس بحب اطير من بلد للتانية، بحب اطير بكل شيء، بعقلي بمخي، يعني حلق مع العائله، عيش معهم وروح لمستوى تاني، حلق بالشغل، مش بس يكون هدفك انه شغل هذا المستوى، لا تحليق حتى مع الاصدقاء. كل إشي بحب أعيشه هيك، يعني مش 100% هيك، 150% 200%، فهاي هي الفكرة يعني. حلو الكلام، جميل جدا. طيب هيفا، أنت اشتغلتي في مجال الإعلام، ولكن يبدو أن رغبتك في تقديم برامج على الإنترنت أو على مواقع التواصل كانت أقوى. أولا أخذتي قرار صعب زي ترك الوظيفة عشان تحققي حلمك، إزاي أخذتي القرار ده؟ وهل شايفة أنك أخذتي القرار الصحيح فعلا؟ هو قرار كان مش سهل، ويمكن كتير ناس اللي هم قاعدين بوظائف يعني مش ملاقيين حالهم فيها بفكروا كتير بالموضوع وبيحسوا حالهم محتارين كتير، بس أنا صوتي الداخلي تبع حلمي دائما عالي من أنا وصغيرة، ودائما بحب أشوف إنه مخيلتي كتير عالية وما بخاف من الريسك خلينا نقول. فتركت الشغل، كنت شايفة هيك نظرة وفيجن لشي نفسي أوصله للناس، نفسي يكون عندي حرية بالتعبير عن أفكاري. هاي وقت أول ما بلش اليوتيوب يطلع، أنا من أوائل اليوتيوبرز وبالذات في عالم السفر وبنت بتسافر وهيك، فما كنت فاهمة إيش عم بيصير، بس قلت حتوكل على الله ورح من قلبي أشتغل. هل ندمانة؟ أكيد لا، لأنه يعني أصلاً القسم اللي كنت بشتغل فيه سكر، سو ما بعرف إيش كان صار لو ما طلعت منه، بس عشان أكون ببر الأمان. والأشياء اللي وصلت لها خلال قناتي وسفراتي خرافية، يعني ما توقعت أوصلها، مثلاً أقدم حفل جائزة نوبل للسلام في النرويج، أعمل أشياء، أسافر حول العالم، أقابل رؤساء، فيعني الحمد لله مبسوطة بهاي الرحلة كتير ولسه مكملين. هو فتح بوابة بصراحة يعني فيها احتمالات كتيرة قوي يعني في رأيي الشخصي. كلمينا أكتر عن مشاركتك في تقديم حفل توزيع جوائز نوبل، وانت كنت أول يوتيوبر يشارك فيه، كلمينا عن التجربة دي وليه تم اختيارك انت بالتحديد في رأيك؟ بس قد ما احكي لك هاي التجربه تبعت حفل جائزه نوبل للسلام قد ايه كانت رهيبه، يعني حسيت حالي انا عايشه بفيلم. ودونا خلونا نشوف وين اصلا بيختاروا من سنين كل شخص بدهم يعطوه هاي الجائزه. كنت بنفس الغرفه اللي فيها رؤساء ومشاهير كبار وعم بقابلهم، وكان يعني من اوائل الاشياء اللي اعملهم بهذا المستوى، فكان شيء رهيب. واحلى ما في الموضوع بتذكر انه
الفريق اللي بيشتغل معهم قالوا لي بدنا نوقفك على الستيج وتحكي عن قناتك وعن فلاي وذ هيفا والأشياء اللي بتسويها. فوقفت قدام 100,000 شخص أودينس غير اللي عم ينشروا حول العالم، ورئيس كولومبيا، برنس اند برنسس اوف نوروي، أمير وأميرة النرويج، وحكيت معهم عن قناتي وشو عم بعمل فيها. تخيل، فكان إشي رهيب صراحة. كيف اختاروني؟ حطوا أسماء كذا يوتيوبر، شركة يوتيوب نفسها، فشافوا الفيديوهات التانية اللي أنا عملتها واختاروني بسببها. وهذا شيء بيحكي لنا إنه ما في شيء بنعمله بيروح هباء منثورة. يمكن إحنا نفكر ما حدا شافه معبره، بس لا، كل طوبة بنحطها بتساعدنا نوصل للسطح، فهم علي؟ وكان شيء رهيب صراحة، يعني amazing. جميل جدا. أنا بصراحة مش قادر أتخيل الموقف ده، أكيد كان موقف مؤثر جدا. يعني خلينا نتكلم عن حاجة تانية يمكن أثرت فينا كلنا، الجو اللي احنا بنعيشه هذه الأيام، كورونا بالتحديد. إزاي أثر فيروس كورونا عليكي وعلى المدونين في مجال السفر، خصوصا بعد وقف السفر والاتجاه حاليا للسياحة الافتراضية؟ والله باسل، أنا كنت في كل المقابلات اللي بعملها في أول موضوع كورونا والكورنتين، أو لما أطلع لايف أحكي عادي أصلا كورونا سوت، يعني لازم نقعد بالبيت. كنت أحكي أنا تعبانة من السفر، رجع بقى أقعد بالبيت، بس خلاص حاسة حالي وصلت مرحلة زهقانة وبدي أطلع. اشتقت للكافي شوب، اشتقت للمطار، اشتقت أركض ورا البوابة. أنا دائما البوابة حتسكر علي، أي مسلس أدرينالين تعرف يطلع ويدور علي بالمطار وينادي اسمي، والله اشتقت له. فأثرت فينا إنه خلتنا نطلع محتوى من البيت أكتر، نفكر عن جد بالأشياء اللي بدنا نحكيها. يعني أنا كتير عايشة مرحلة تأمل بهالأشهر، مش معقولة. وكتير عم بعمل محتوى مثلا مع الأهل، مع والدتي، مع أختي. فبيصير العالم الخارجي تبعك هو عالم البيت وتنطلق منه. بورجيك كمان بساطة التصوير. هلأ أنا بشغلي كتير حنا نحب نعمل برودكشن كبير ويعني نعقد الأمور، بس يعني عشان يكون حلو. بس قعدتي بالبيت كله عم بصور من الموبايل وعم يعمل شغل حلو، فبيورجينا بساطة الوصول كمان للناس. هو ده المبهر الحقيقة، انه يعني انت ويوتيوبرز وانفلونسرز تانيين كتير ما بطلوش يقدموا محتوى رائع في رأيي في الحقيقة، بالرغم ان هم مش قادرين يخرجوا من البيت. خلينا نتكلم عن فيديو ظهرتي فيه من فترة وقلتي انك من خلاله بتطمحي في تحطيم الصورة النمطية اللي بتظهر في الإعلام العالمي عن الشرق الأوسط. كلمينا عن الهدف ده وإزاي بتعملي على تحقيقه. هذا الفيديو كان حلمي من أنا وصغيرة. يعني أنا أول رحلة بلشت إلي بالسفر رحت على أمريكا، وطول ما أنا هناك الناس كانوا يوقفوني يسألوني أسئلة عني، عن حياتي، عن مجتمعنا، عن دراستي. فحسيت إنه عندهم كتير أسئلة، بس يا ترى مين اللي بيجاوب على أسئلتهم هاي؟ أحياناً الأفلام، الأخبار. وكنت كل ما أروح السينما وأشوف أشياء يعني فيها صور نمطية أعصب كتير. فيعني من وقتها وكل مشاريع اللي بالجامعة وبدي أعملها مع هاي النية أني أنا أوصل صورة الحقيقية، اللي هي بس عبارة عن أنه إحنا مو زي ما بتشوفونا، وإحنا عنا أشياء بتجنن، وعنا سلام، وعنا عطاء، وعنا كرم. فهذا الفيديو اللي عملناه اسمه Stereotype World، أخذنا 4 شهور من الشغل، وتقريبا فوق 200 شخص سافرنا العالم العربي كذا دولة، وكتبنا أغنية. يعني وصلنا رسالة العالم العربي من خلال أغنية تراب وأغنية ميوزيكال كأنك عم تحضر ديزني أو إشي هيك. فكتبنا شهر كامل، صورنا شهر ونص، ومنتجنا شهر ونص، والحمد لله. يعني الفيديو كتير ناس شافوا ووصل رسالة وحطوه بجامعات ومدارس، هذا أهم إشي كان بالنسبة لي. جميل جميل. طيب الحديث عن الصورة النمطية، خلينا أكلمك عن صورة نمطية أخرى. في ناس بتعتقد أنه حياة اليوتيوبرز والإنفلونسرز والفلوجرز حياة مثالية، وأن الجهود المبذولة خلف الكواليس بتقتصر بس على التقاط الصور ومقاطع الفيديو والرد على رسائل الناس. هل فعلا دي حياة الإنفلونسر؟ كلمينا عن أكتر الصعوبات والتحديات اللي بتواجهها واللي يمكن اللي ما يعرفهاش المشاهد. صح، أحكي لك شيء باسل. أنا درست فيلم واشتغلت بالتي في وبعدين عملت يوتيوب وسوشيال ميديا. أصعب شيء فيهم
اليوتيوب والسوشيال ميديا. مجرد ان الواحد يصور لحاله، يكتب لحاله، يمنتج لحاله، يفكر بخطة العمل تبعته تبعت السنة، ويواجه الناس دغري، وحياته الاجتماعية الشخصية نفسها هي المحكوم عليها يعني قدام الناس. هذا ضغط كتير كبير، وترد على الإيميلات وغصب عنك لأنك عم تصور وحامل وعم تلبس حالك وعم ميكب، ما ترد على الناس مثلا، الناس يزعلوا. فأصعب شيء يعني من هدول يعني كإعلام، أنا لأني جربت الثلاثة، هو السوشيال ميديا. تخيل حتى لو تليفون، بس أنت شخص واحد يعني بالتي في، في ناس بيساعدوك شيء زي هيك. وكمان اللي بال يعني بمنصات التواصل الاجتماعي الانفلونسرز مثلا، لازم نسميهم، أنا بحب أسميهم صانعي محتوى، هم مختلفين عن بعض. اللي بيسافر غير اللي بيصور فاشن، اللي بيعمل بس انستغرام صور او فيديوهات بسيطه غير اللي بيعمل يوتيوب. يوتيوب زي السينما، يعني بيسافر كل واحد منهم بفرق. كمان بيشوف حاجات كتير. يمكن انت من اكتر الناس اللي اتكلمت معاهم سافروا ولفوا العالم، وعشان كده عايز اسالك على اهم الخبرات او التجارب اللي عشتيها من خلال سفرك حول العالم. اهم الخبرات اللي عشتها من خلال سفري هي الناس اللي قابلتهم، وكتير أحيانا يعني بحب أعيش مع الناس عن جد، أشوف كيف عايشين. وبالنسبة إلي قديش إحنا بنشبه بعض، وقديش كمجتمعات بنحاول نفرق عن بعض، وبنحكي هالشي لأولادنا ولا ما تحكي مع هذا لأنه من هالبلد، ولا هذا هيك لونه ولا هيك دينه. اكتشفت قديش هاي أشياء إحنا يعني مجتمعات معينة بيعلموها لأولادها، بس ما إلها يعني وزن. وحدا يمكن احنا بنكون مو شايفين اهميته كبيره لانه من دوله معينه، بروح على هاي الدوله وبشوف قديش هم اذكياء، ودولتهم احلى من دولتنا اصلا، وعندهم عمق. فاحلى تجربه عندي بالسفر هي الناس. نتمنى إن شاء الله تكملي التجارب بتاعتك وتقدري إنك تلفي وتكملي بقية العالم إن شاء الله بعد ما تخلص الأزمة اللي بنعيشها. بشكرك إنك موجودة معنا اليوم هيفاء بسيسو، ومرة تانية بقولك عيد سعيد. شكرا، كل عام وانت بخير.